في خطوات كتيرة جدا اتعملت في إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة، وإحنا بنحتفي بأعياد الميلاد بنحتفل كمان برحلة العائلة المقدسة لمصر، والمسار كمان اللي هيكون مقصد للسياحة الدينية من العالم كله. هيكلمنا أكتر عن هذا الموضوع دكتورة شاهد البياع، مدير تطوير المواقع بآثار وادي النطرون. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. عايزين في البداية نعرف الناس المسار، وإيه المحافظات اللي في مصر اللي بيعدي منها المسار؟ الأول نقول لكل أقباط مصر المسيحيين كل سنة وهم طيبين، ومصر كلها طيبة وبخير وسلام وأمان. احتفالنا أو ميلاد السيد المسيح ده ميلاد لينا كلنا، وكلنا بنحتفل بيه، ما يختصش بس على الأخوة الأقباط المسيحيين. لو حابين إن احنا نتكلم عن مسار رحلة العائلة المقدسة أو الأماكن اللي هي زارتها، الأول إيه نقول هو سبب الرحلة؟ سبب الرحلة لما ظهر النجم للمجوس والملك هيرودوس اكتشف ذلك أو حس بذلك، كان في حالة من الريبة من أمره، لأن في نبي من الأنبياء هيكون له شأن عظيم وهيهدد ملكه، أمر بقتل الطفل، وظهرت المذبحة اللي حصلت في بيت لحم، وبناء عليه ظهر الملاك للقديس يوسف، قم وخذ الصبي واذهب به إلى أرض مصر. ربنا أخص أرض مصر مش أي مكان تاني، مصر مهد للأنبياء وللرسل. فبالتالي القديس يوسف أخذ السيدة العذراء والطفل على دبة، الدبة دي بتعرف باسم الآتان اللي هي أنثى الحمار. الرحلة دي رحلة روحانية بتحفها الملائكة من كل اتجاه. السن الطفل والسيدة العذراء في السن اللي هي كانت صغيرة في التوقيت ده، سنها صغير جدا، بجانب ان القديس يوسف كمان كان رجل كهل كبير في السن، ما يقدرش على رحلة شاقة بالشكل ده الا اذا كانت الرحلة دي رحلة ربانية، رحلة الهية بعناية ربنا سبحانه وتعالى. اتجهوا الى ارض مصر، دخلوا من بوابة مصر من سيناء. سيناء ارض الامن والامان اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى، ودي برضو كان فيها رسالة ان السيد المسيح جاي يكمل العهد الجديد، تكملة للعهد القديم. طيب ده من سيناء، يعني من سيناء استمرت لغاية تقريبا أسيوط، يعني تقريبا هي 25 نقطة ولا كام بالظبط؟ 25 نقطة، 8 محافظات، مرض العائلة المقدسة بـ8 محافظات على 25 نقطة تم اعتمادهم والعمل على تطويرهم علشان يواكبوا السياحة العالمية. لأن هو طبعا أنا ما ينفعش إن أنا أشتغل أطول مسار حج على مستوى العالم كله 3500 كيلو متر ذهابا وإيابا، فبالتالي أنا ما فيش في العالم كله مسار بالشكل ده. بجانب حاجة إن سياحة الحج المسيحي طول العام، أنا مش عندي وقت معين ليها. أنا عندي مصر بتحتفل يوم 24 بشمس بدخول السيد المسيح إلى أرض مصر، لكن الرحلة دي متاحة في أي وقت، لأن هي نوع من البركة. أي مسيحي خارج مصر أو داخل مصر أو مسلمين كمان، كلنا بنزور الأماكن دي وبنتبارك بيها، لأن إحنا عندنا الأماكن دي جعلت عندنا تراث مادي وتراث لا مادي. التراث المادي بالمباني والمنشآت سواء كان كنائس أو أديرة، تنوع في الطرز اللي هي موجودة من العمارة القبطية، بجانب العادات والمعتقدات وطريقة الملابس وطريقة الاحتفالات والأكلات اللي بيتم أكلها في التوقيت ده، كلها عادات وموروثات توارثوها منذ الأزل. والجميل في كده بقى إن إحنا مازلنا مستمرين على ذلك، يعني إن المسار مازال يحتفظ بالاحتفالات اللي هي خاصة بيه، يعني تراث لا مادي شيء رائع جدا. طبعا مهم جدا تسجيله بقى على قائمة التراث العالمي في اليونسكو. احنا دلوقتي احنا جهزنا الملف اللي هو خاص بالتراث اللامادي، واوريدي اكتمل وكل حاجه جاهزه، منتظرين بس راي الخبراء في الموضوع، مش اكتر من كده. شغالين عليه، اشتغلنا عليه وخلصناه، ما خدنا فيه في حدود سنة ونص أو سنتين، والحمد لله رصدنا احتفالات كتيرة جدا وعادات كتيرة جدا، لأن كل موقع زارته العائلة المقدسة كان ليه طابع خاص وقدسية خاصة، كان فيه قصص فلكلورية كتيرة جدا واجهت العائلة المقدسة بكل ما تحتويه. على سبيل المثال في بعض الأماكن في مثل بيقول لك اضرب الأرض طلع بطيخ. المثل ده ما جاش من فراغ، إن السيدة العذراء وهي لمرورها لأحد المواقع
الأثرية كانت معدية على فلاح، والفلاح ده بيزرع الأرض بتاعته إيه؟ بطيخ، بيرمي بذور البطيخ في الأرض. ففي التوقيت ده هي مرت عليه وطلبت منه إن هي تشرب، وإن هي لو حد سأل عليها يقول لهم لأن هي كانت في حالة مطاردة من الجنود، وبجانب الجنود اللي داخل البلد، لأن عند منطقة تل بسطة لما حصل زلزال والأرض اتهد والمعبد اتهد، كان في حالة نفور من وجودهم فين؟ في المدينة، من أهل الإيه؟ من أهل المدينة. فبالتالي قالت له في حالة إن إحنا بنرمي البذور، أنت بترمي البذور، لما يجي حد يسأل علينا قول إن الإيه؟ إن إحنا عدينا عليك وأنت بترمي البذور. تاني يوم الجنود بيعدوا عليه، كانت الأرض البذور اخضرت والبطيخ بقى كبير جدا، اللي هو إيه؟ خلاص إحنا ناكل منه يعني. فبالتالي دي من ضمن القصص اللي كانت موجودة، يقبلها العقل أو لا يقبلها، هو نبي من الأنبياء وليه أكيد معجزاته، طبعا. وكان بيسير بمخطط إلهي في حماية ربنا، وفي ملائكة بتساعده على إيه؟ على ذلك. طيب فبالتالي معظم القصص أو الحكايات اللي هي موجودة بتعمل نوع من الشغف. طيب أكيد يعني من ال 25 نقطة أكيد زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور إن في يعني قصص فلكلورية أو ليها بالطبع قدسية خاصة، علشان نستثمر ده في أحياء مسار العائلة المقدسة، هل هيكون في مثلا لوحات إرشادية أو معلوماتية باللغات الأجنبية؟ هل هيكون في بانرات مضيئة؟ هل هيكون في تحديد للمسار على الأرض؟ اه طبعا، كل ده اوريدي بالفعل تم. كل جهاز الدولة تكاتف، مجموعة من الوزارات بجانب المحافظين او المحافظات، كل محافظة بدأت تعمل عملية بنية تحتية، اتحط خطة. الخطة دي من اهم اهدافها ازاي ان انا ادير المواقع دي بشكل عالمي، ازاي ان انا ان يكون في زائر سواء كان مصري او غير مصري يقدر ان هو يتعرف على الموقع اللي هو داخل فيه، يعرف ان هو ده المكان ده اسمه ايه، كنيسة ايه، او دير ايه، هيتجه فين، هيدخل ايه، هيعمل ايه، بجانب ان لازم يكون في اللي هي البانرات او اللوحات الارشادية صحيح. دي اوريدي موجودة بغض النظر عن اي شيء، يعني اي موقع اثري لابد يكون في اللوحات الارشادية. عظيم. وكان ازاي عندنا ممكن كمان من اتفضلي. كان عندنا يعني على سبيل المثال منطقة وادي النطرون عندنا فيها 4 أديرة، المفروض إن في خطة تطوير للموقع وللمدينة بشكل عام، وأهم شيء إحنا اشتغلوا عليه اللي هي البنية التحتية، علشان إن أنا أعمل صحيح. بنية تحتية للمواقع اللي هي موجودة فيها وابتدي أسوق للمشروع بتاعي. المشروع بتاعي بيهدف إلى بناء دولة جديدة اللي هي الجمهورية الجديدة، إن إحنا لو لاحظنا هنلاقي مسار رحلة العائلة المقدسة معظم الأماكن اللي هو موجود فيها أماكن فقيرة أو أماكن مش محطوطة على صحيح. خريطة السياحة المحلية، مش السياحة اللي إيه؟ مش السياحة العالمية، مقصدها بس فئات معينة من الايه من الشعب اللي هم الدارسين او الهواة او الاخوة الاقباط المسيحيين او الزوار اللي بيجوا من خارج مصر اللي بيبقوا متجهين عشان ياخدوا نوع من الايه من البركة والقدسية للاماكن دي. صحيح، لكنه فبالتالي كنز بدأ لازم نستغله طبعا، ويكون في سياحة داخلية كمان، ناس كل الناس تعرف هذا بالضبط. المكان، ويكون في كمان يعني زيارات ووفود للحج لمسار العائلة المقدسة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة شهد البياع، مدير تطوير المواقع بآثار وادي النطرون، ألف شكر ليك يا فندم.